هتفوا صغارا وكبارا أمام بعثة الكيان الإسرائيلي في نيويورك، نعم لليهودية لا للصهيونية، دولة إسرائيل يجب أن ترحل، إنها جماعة يهود متحدون ضد الصهيونية التي نظمت عدة تظاهرات متزامنة في عواصم أوروبية وفي عدة مدن أمريكية، مرتدين ثياب المعتقلات الفاشية وواضعين نجمة صفراء على صدورهم، ساروا في اتجاه الأمم المتحدة تحت قيود أمنية مشددة، مطالبين بالاعتذار من الشعوب العربية والإسلامية على الإساءات بحقهم من خلال إنشاء كيان عنصري. We have to be loyal citizens in every country where we're residing. Whether it be in the United States of America or the Islamic Republic of Iran or Egypt or Lebanon or any other country, we have to be loyal citizens and we have to show the world our gratitude for the Arab and Muslim lands for providing us a safe haven, for being gracious hosts for hundreds of years at the time that we were under terrible oppression from other lands. بتحركهم هذا يحذرون أيضا من مصير مظلم ينتظر اليهود جراء ممارسات الكيان العنصري ضد شعوب الشرق الأوسط وعلى رأسهم الفلسطينيون، تصرفات تنافي تعاليم الأنبياء تقوم على أسس مادية صرفة وقع ضحيتها مرشحون للرئاسة الأمريكية ينكرون وجود شعب فلسطيني. This comes from the powerful PR propaganda of the endless well of the Zionist riches that they are placing their propaganda, their brainwashing on world leaders, that the world really sometimes gets fooled by them. That is why we are out here by the United Nations and around the world, that we want them to know, cease and desist this with God's help speedily and peacefully, the state of Israel that's causing all this terrible, terrible tragedy around the world. على أن هذه الأصوات الحكيمة تقابل بالصد والتعسف، تصل إلى حد الضرب والتعذيب حيثما كان للصهاينة نفوذ. مجموعات يهودية واعية رفعت علم فلسطين عاليا متحدية كل الإرادات السياسية المعارضة، لكن الإدارة الأمريكية تهدد باستخدام الفيتو معترضة على انضمام علم فلسطين إلى جانب أعلام المجتمع الدولي. نزار عبود، العالم، نيويورك.